هلو everybody، اهلا بيكم ومن جديد فيديو جديد ودرس جديد. النهارده هنتكلم عن الباسيف فويس لكن في الباست. تمام، قبل كده شرحنا الباسيف فويس ان بريزنت، هتلاقوا الفيديو بتاعه موجود على القناه واللينك بتاعه هيظهر قدامنا دلوقتي، نقدر نروح للفيديو ونراجعه. النهارده هنتكلم عن الباسيف فويس لكن في الباست. خلينا نتكلم من الاول كده، انا بستخدم الباسيف فويس ليه؟ تمام، او ايه هو الباسيف فويس؟ الباسيف فويس is used when the focus is on the action. It's not important or not known however who or what is performing the action. لما اكون انا اهتمامي وتركيزي في الجمله على الاكشن نفسه، ما يهمنيش مين اللي عمله او انا ما اعرفش مين اللي قام بيه، بستخدم في الحاله دي الباسيف فويس. وبما ان احنا النهارده بنتكلم عن الباسيف فويس لكن في الباست، تعالوا نشوف الفورموليشن بتاعته او هاو تو فورم الباسيف فويس ان باست. اولا علشان اعرف اكون جمله الباسيف فويس لازم اكون عارفه الجمله الاكتف شكلها ايه. تمام، الجمله الاكتف اللي هي الجمله العاديه، الجمله الطبيعيه، الجمله الاكتف بتاعتي بتكون مكونه من السبجكت والفيرب و الأوبجكت، الفاعل والفعل والمفعول. ده اسمه فاعل، الفيرب هو الفعل، الأوبجكت المفعول. تمام، طيب عشان أحول الجملة الأكتف لجملة باسيف بعمل شوية تغييرات كده، لعبة لطيفة قوي هنلعبها مع بعض ونشوف هنعملها ازاي. أول حاجة أنا بجيب الأوبجكت بحطه في أول الجملة، وبجيب السبجكت وأرجعه في آخر الجملة. الفيرب ده بغيره ل was أو were plus ال past participle. تمام، يبقى من تاني ال object بحطه في الأول وال subject بحطه في الآخر، لكن قبل منه بحط preposition by. طيب ال verb بقى بعمل فيه إيه؟ بحوله ل was أو were، وبعدين بحط بعديه الباست بارتيسيبل اللي هو التصريف الثالث. ده الفورموليشن بتاع الباسيف فويس لما اكون بعمل ستيتمنت جمله. تمام، جمله افيرماتيف، جمله مثبته، بحولها من الاكتف للباسيف. طب تعالوا نجرب اكزامبل كده نشوف هيكون ازاي. تعالوا نشوف جملتنا بتقول ايه. لو قلنا the teacher corrected the mistakes. الجملة دي جملة active، subject اهو في مكانه والverb والobject. طب انا عايز احولها لجملة passive، طب منين اعرف ان هو طالب مني احول الجملة للباسيف؟ بتجيلي باكتر من طريقة، يا اما يحط لي ما بين الاقواس الobject ابدا بيه، يقول لي مثلا the mistakes. لما يقول لي ابدا بالاوبجكت معنى كده ان انا هحول الجمله للباسيف. ممكن كمان يقول لي استخدم باي، معنى كده ان انا برضه هحول الجمله للباسيف. ممكن كمان يقول لي استخدم الباست بارتيسيبل كوركتد. هنا طبعا مش هيكون واضح الفرق لان اوريدي كوركتد موجود، بس هنا لازم اكون عارف ان هو يقصد الباست بارتيسيبل التصريف الثالث مش الثاني. تعالوا هنا نشوف ازاي احول الجمله بتاعتي لباسيف. احنا قلنا اخد الاوبجكت، الاوبجكت بتاعي اهو the mistakes، هعمل فيه ايه؟ ابدا بيه الجمله. طيب تمام، the mistakes. طب the mistakes singular ولا plural؟ plural، يعني اختار له where، بحط الباست بارتيسيبل corrected. تمام، وبعدين السبجكت بتاعي بحطه في الاخر وقبليه preposition by the teacher. بسيطة خالص، يبقى the mistakes were corrected by the teacher. طب تعالوا نشوف كمان example.
نورا washed the dishes yesterday. وطلب مني هنا أبدأ جملتي ب the dishes. تمام، أتأكد إن الجملة بتاعتي في الباست في الماضي، يعني هحولها للباسيف فويس في الباست. The dishes هتاخد وير، التصريف التالت washed برضو، يبقى the dishes were washed yesterday by نورا. اوكي طيب، هنا انا حولت الجملة الافيرماتيف لجملة باسيف. تمام طيب، اذا كانت الجملة بتاعتي في النيجاتيف، يعني الجملة اصلا منفية، في الحالة دي بحولها للباسيف لكن منفي. طب تعالوا نشوف كده هنعملها ازاي. الفورموليشن بتاعتنا هتكون ايه؟ هجيب الاوبجكت ابدأ بيه، وبعديه برضو was أو where، لكن بعديه أحط not وبعدين by والsubject، صح كده؟ طب تعالوا نشوف الإكزامبل ده. لو قلنا نفس السؤال نفس الجملة لكن منفية، يبقى نورا didn't wash the dishes yesterday. تمام، وعايزة أحولها للباسيف وهيكون منفي، زي ما الجملة بتاعتي كانت منفية الباسيف كمان هيكون منفي، هتكون إيه؟ The dishes weren't، اللي هي were not weren't washed yesterday by نورا. تمام، يبقى the dishes weren't washed yesterday by نورا. يبقى زي ما كانت الجملة في النيجاتيف كمان بيكون الباسف بتاعي في النيجاتيف. طيب تعالوا نروح ل ازاي اعمله سؤال. تمام، ازاي احوله لسؤال؟ نشوف كده. عشان احوله لسؤال ببدأ ب was او where، وبعدها احط الأوبجكت وبعدين الباست بارتيسيبل. تمام، ولو عاوز أكمل بـ باي السبجكت بتاعي. تمام كده، عشان أكون إيه؟ سؤال. طب تعالوا نقول جملة ونحولها لسؤال. لو قلنا هنا الجملة بتاعتنا في الماضي سؤال، did the did the dishes، بلاش did the dishes، خلينا نقول نفس الاكزامبل اللي فوق عشان ما نتلخبطش. did نورا wash the dishes yesterday؟ ده سؤال. طب انا عايز احوله ليه سؤال بس في الباسيف، هيكون ايه؟ مش المفروض ان انا هبدا ب the dishes الاوبجكت the dishes، المفروض احط بعدها where زي ما انا بعمل، لكن هحط where قبلها عشان تبقى سؤال زي الصيغه بتاعتي. يبقى where the dishes washed yesterday by نورا. تمام، طب تعالوا نشوف اكزامبل تاني. did the little boy sell all the candy bars؟ وعايز احولها للباسيف، المفروض الاوبجكت بتاعي فين؟
الـ all the candy bars singular ولا plural؟ plural. يعني أبدأ بإيه؟ was ولا where؟ أبدأ بـ where. يبقى where أحط الـ object where all the candy bars. التصريف الثالث لـ sell sold. where all the candy bars sold by the little boy. تمام كده يكون عملنا السؤال بتاعنا، حولناه من الاكتف للباسيف. بنحط was aware، الاوبجكت past participle by والسبجكت. الباي والسبجكت اوبشنال. يعني ايه اوبشنال؟ يعني ممكن احطهم وممكن استغنى عنهم على حسب، لو هو طالب مني في الجمله استخدم باي يبقى لازم اكمل، لكن لو هو ما طلبهاش مني فده باختياري انا احطه او لا. اوكي يبقى احنا كده عرفنا الباسيف فويس في الباست ازاي احول الجمله من الاكتف للباسيف، لو كانت جمله افيرماتيف مثبته او لو كانت جمله نيجاتيف منفيه او لو كان سؤال ازاي احوله لسؤال في الباسيف. كل ده في زمن ايه؟ الباست سمبل. تمام اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم والمعلومه تكون وصلت. اي سؤال اكتبه لي في الكومنتس، واي جرامر محتاجينه اكتبه لي برده في التعليقات تحت. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وشير للفيديو عشان كلنا نستفيد. Goodbye.